السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الحادي عشر العلمي، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات، ودرسنا اليوم في الزاوية الزوجية. لنرى هذا البند من بنود الصح والخطأ. A B C D، شوف A B C D E H J F مكعب، النقطة M منتصف A B، هذه M منتصف A B، و I منتصف E H، I منتصف E H، M I عمودي على E F J H، M I هذا عمودي على المستوى E F J H، في E F J H اللي هو القاعدة بتاعت الأرضية، طبعا عبارة صحيحة، لأن M I هيكون بيوازي A E وبيوازي B H. وأحرف المكعب عمودية على القاعدة، فهو بالتأكيد هيكون عمودي على القاعدة. دي نظرية، لما يكون مستقيم بوزن مستقيم عمودي على المستوى، فإنه يكون عمودي على نفس المستوى. إذا بعبارة صحيحة. طيب، نشوف البند ده كمان. يمثل الشكل المقابل مكعبًا، هذا الشكل. طيب، إذا كان طول حرفه 3 سنتيمتر، يعني هذا 3 هذا 3، أي حرف من الحروف طوله 3، فإن طول قطره AG، هذا القطر، يساوي أي اختيار من دول. شوف، دي تحلها بدون، ممكن تستعملها بحسب عادي، ممكن تبدأ تحسب الأول قطر هذا الوجه، موجود كلها مربعات، كل ضلع من أضلاعها طوله كان 3 سنتي. طيب، يبقى هذا القطر في الوجه اي اتش دي اي طوله هيكون ازاي؟ طوله بنظرية المثلث القائم اي اتش، يعني هيساوي جذر التربيع ل3 تربيع زائد 3 تربيع. ما شوف المثلث اتش دي اي قائم يساوي، طيب مجموع مربع طول هذه العلة قائمة يساوي مربع طول القطر، يبقى ده وتر في المثلث، يبقى طول الوتر عبارة عن جذر التربيع 3 تربيع زائد 3 تربيع، 3 تربيع زائد 3 تربيع، واللي بتساوي 3 جذر 2. طب القطر الأحمر هذا هو ده الطول، ما هو كمان وتر في المثلث AJH. طيب، يبقى AG بيساوي الجذر التربيعي لمربع هذا الضلع اللي هو 3 جذر 2، 3 جذر 2 على التربيع زائد مربع هذا الضلع. شايفين المثلث القائم؟ هذا قائم المثلث AHG قائم في زاوية H، فمجموع AH تربيع زائد HG تربيع يساوي AG تربيع. AG الجذر التربيعي ل3 جذر 2 تربيع اللي احنا حسبناها اللي هي طول الضلع الازرق زائد 3 تربيع اللي هي طول هذا الضلع، وتطلع معاه 3 جذر 3، تروح تختار 3 جذر 3 اللي هو الاختيار بي. تعال فكر ونناقش. هل سبق لك ان تساءلت كيف بنى الاقدمون منازلهم؟ وكيف امكنهم بناء جدران متعامده؟ طيب، فكرت كيف يمكن قياس الزاوية التي يصنعها أحد أوجه هرم كبير مع مستوى الأرض؟ طيب، كيف رجل الأخصائي بيل برج بيزا المائل هذا؟ وكيف يمكنهم قياس الزاوية التي يصنعها البرج مع مستوى الأرض؟ كل هذه الأسئلة تأخذنا لدراسة قياسات الزوايا في الفضاء. زاوية بين مستويين، تعلمت أنه إذا تقاطع مستويان مختلفان في الفضاء فإنهما يتقاطعان في المستقيم، وينتج من هذا التقاطع أربع زوايا تسمى كل منها زاوية زوجية. ينتج من تقاطع مستويين أربع زوايا، كل زاوية منها يكون اسمها أو تسمى زاوية زوجية. كده هذا الشيء. هذه زاوية، والجهة في الجانب الأسفل زاوية، وهذه زاوية،
وهذه الزاوية، يعني الزاوية الزوجية تلاحظ إنها هي نصفي مستوى متحدين عند خط التقاطع. يقسم المستقيم المشترك كل مستوى إلى نصفين. شوف المستقيم ده بيقسم مستوى الورد إلى نصفين، نصف الأسفل ونصف الأعلى، وبيقسم المستقيم المستوى الأزرق إلى نصفين، نصف الجهة اليمين هذا ونصف الجهة الأسفل. يقسم المستقيم المشترك كل مستوى إلى نصفين بهذا الشكل. شوف بهذا الشكل. ويسمى المستقيم المشترك حافة الزاوية الزوجية، هذه حافة الزاوية الزوجية. وإيه بهذا حافة الزاوية الزوجية؟ أو الفاصل المشترك. يبقى الفاصل المشترك إيه هو؟ هو نفسه حافة الزاوية الزوجية. ويسمى كل من نصفي مستويين وجه الزاوية الزوجية، يعني هذا وجه للزاوية الزوجية وهذا وجه للزاوية الزوجية. يبين الشكلان أنه زاويتين زاويتين، حافة كل منهما إيه؟ نقرأ الزاوية الزوجية بحافتها زي ما الزاوية المستوية بنقرأها برأسها. هنا نقرأ الزاوية الزوجية بحافتها، فنقول الزاوية الزوجية AB. أو في حال وجود أكثر من زاوية زوجية بتقرأ هكذا باي، وبعدين الحافة اي بي، وبعدين باي 2، يعني مثلا وجه اسمه باي 1، وبعدين ننطق اسم الزاوية ثم الوجه الآخر وليكن باي 2. يلا خلينا ننطق اسم الزاوية دي كده، باي 1 اي بي باي. الزاوية المستوية بزاوية زوجية هي الزاوية التي تنشأ من تقاطع الزاوية الزوجية مع مستوي بعدي على حافتها. يعني شايف الزاوية الزوجية هذه؟ شايف الزاوية الزوجية هذه؟ أين الزاوية المستوية لها؟ هذه هي الزاوية المستوية، نشأت من تقاطع المستوى الوردي مع المستويين بحيث أن يكون عمودي على حافة الزاوية. لإيجاد قياس الزاوية الزوجية نتبع الآتي: نحدد حافة الزاوية الزوجية ولتكن AB، هذه نأخذ نقطة O على حافة الزاوية الزوجية، نرسم من O شعاعا OL عموديا على الحافة AB كده، بحيث يكون واقع بتمامه في المستوى باي 1، وأيضا نرسم من O شعاع O M عموديا على AB كده، بحيث يكون واقع بتمامه في المستوى باي 2، يكون واقع بتمامه في المستوى باي 2، فتكون الزاوية NOM تسمى الزاوية المستوية للزاوية الزوجية. N O M هي دي الزاوية المستوية للزاوية الزوجية. قياس الزاوية الزوجية يرمز له الرمز M N O M، قياس زاوية M O M، يعني قياس الزاوية الزوجية هو قياس زاويتها المستوية. قياس الزاوية الزوجية هو قياس زاويتها المستوية. طب نحصل على الزاوية الزوجية بقطع الزاوية الزوجية بالمستوى العمودي على حافتها زي ما قلنا في الشرح السابق. هذا تدريب إكمال فراغات في الشكل عفوا في كل من الأشكال التالية: عين الزاوية المستوية للزاوية الزوجية بالمستويين باي 1 وباي 2، هذا هو شكل اف بي عمودي على اي بي، اف بي عمودي على اي بي، وقطع المستقيم اي بي عمودية ايضا على مستقيم اي بي او قطع مستقيم اي بي. حافة الزاوية الزوجية يكون اسمها تمام المستقيم اي بي، محتوى باي واحد، فكر سريعا، ايوه الشعاع بي اف محتوى باي واحد. طيب عمودي على اي بي، عمودي على اي بي،
تمام، نفس الشعاع بي اف عمودي على اي بي. وكذلك محتوى باي 2 تمام الشعاع بي اي عمودي على اي بي، رائع شعاع بي اي عمودي على اي بي. هي الزاوية المستوية للزاوية الزوجية بين باي 1 وباي 2. هي الزاوية المستوية للزاوية الزوجية بين باي 1 وباي 2، ماذا نكتب؟ تمام زاوية اف بي ار، زاوية اف بي ار. سلمت الزاوية هنا بس ايه، قلت هنا علامة. طيب نكمل هذا الشكل الثاني، شوفوا المستويين باي 1 الوردي ده وباي 2 الأزرق. اي بي عمودي على المستوى سي بي جي اف، اي بي هذا عمودي على قطعة مستقيم، اي بي عمودي على المستوى سي بي جي اف. حافة الزاوية الزوجية هيكون اسمها ايه؟ طبعا المقصود هنا حافة الزاوية الزوجية المستويين باي 1 وباي 2 تمام اي بي المستقيم اي بي. طيب بي سي محتوى باي 1، بي سي محتوى باي 1 اكتب اي عمودي على اي بي، ماذا نكتب؟ عمودي على اي بي تمام، هنكتب بي سي عمودي على اي بي. طب وكذلك نكتب ايه؟ نكتب ماذا؟ محتوى باي 2 بي جي تمام، بي جي محتوى باي 2، وماذا عمود على اي بي؟ بي جي عمود على اي بي. اذا هي الزاوية المستوية للزاوية الزوجية بين المستويين باي 1 تمام سي بي جي، زاوية سي بي جي. بس هي كنت حاطط هنا علامة الزاوية بس كأنها مش ظاهرة في المعرفش، هذا حطيت مرة تانية. طيب شوف الرسمة دي كده، ام منتصف اي بي، ام منتصف اي بي. طيب او سي عمودي على باي 2، شايف او سي عمودي على باي 2 هذا المستوى. شوف هذا باي 1 وهذا باي 2، حافة الزاوية الزوجية يبقى اسمها ايه؟ تمام اي بي المستقيم اي بي، وحافة الزاوية الزوجية المستوي باي 1 ادي. طيب او ام محتوى باي 1، او ام لو وصلت او ام هيبقى محتوى باي 1 طبعا. طيب و او ام عمودي على اي بي، ليه؟ لان شوف القطعه المستقيمه اي بي ام في منتصفها، طب ما هي دي وتر، يعني ام في منتصف الوتر، ام في منتصف الوتر، لو رسمت سي ام هيبقى عمودي كمان على اي بي. طيب ام سي محتوى باي 2 وام سي عمودي على اي بي، يبقى زاوية او ام سي هي الزاوية المستوية للزاوية الزوجية بين باي 1 وباي 2. هنا دي على الزاوية. طيب شوف الشكل ده، اي بي سي دي مستطيل، فين يا استاذ؟ اي بي سي دي، اي بي سي دي اللي هو ده من تحت، اي بي سي دي مستطيل. طيب المستقيم اف سي عمودي على المستوى اي بي سي دي، يعني المستقيم اف سي عمودي على المستوى المستطيل، فين المستقيم اف سي؟ اف سي، المستقيم اف سي يعني هذه الزاوية قائمة عمودي على المستوى اي بي سي. خلي بالك لما يكون مستقيم عمودي على مستوى هيكون عمودي على كل مستقيم واقع في المستوى. المهم حافة الزاوية الزوجية
AB، حافة الزاوية الزوجية تكون AB. الزاوية الزوجية بين إيه يا أستاذ؟ الزاوية الزوجية بين باي واحد اللي تحت وباي اتنين هذا الآخر اللي جهات، باي واحد اللي تحت اللي هو المستطيل، وباي اتنين اللي هو جهة ده اللي مش هقدر باي اتنين، وباي واحد هو اللي تحت ده اللي هو المستطيل، مستوى المستطيل. يبقى حافة الزاوية الزوجية هي المستطيل AB. طيب AD محتوى في باي واحد، تمام، AD محتوى في باي واحد اللي هو تحت، ضلع من أضلاع المستطيل اللي هو باي واحد اللي هو مستوى المستطيل. طيب و AD عمودي على AB أكيد. القطعة المستقيمة AE محتوى في باي اتنين، AE محتوى في باي اتنين طبعا، و AE عمودي على AB، و AE عمودي على AB. طيب زاوية EAD، زاوية EAD هي الزاوية المستوية للزاوية الزوجية بين باي واحد وباي اتنين، زاوية EAD. شكرا يا شباب، نلقاكم في الدروس الأخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.